بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات وهم، وتكرمنا بها بنور فهم، وتضح عنا يا ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. إذن المجلس الثاني من مجلس التعليق، أو في الحقيقة هو ليس تعليق ولكنه قراءة لإسماع المالكية شرقا وغربا، نظم بطليحية فيما يعتمد وما لا يعتمد من كتب المالكية. تمام، هات سيدي. قال: فصل في المعتمد من الأقوال في الكتب والفتوى، بيان ما اعتمد من أقوال وكتب في سائر الأحوال، فما به الفتوى تجوز المتفق عليه، فالراجح سوقه نفق، فبعده المشهور فالمساوي، إن عدم الترجيح في التساوي، ورجحوا ما شهر المغاربة، والشمس بالمشرق ليست غاربة. إذن وما لذي قصور، هات البيت العقب، وما لذي قصور، وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي. إذن يا سادتنا المشايخ، قلنا قال: فصل في المعتمد من الأقوال والكتب في الفتوى. فصل في المعتمد من الأقوال في الكتب والفتوى. أول شيء، لا بد لنا من التنبيه على بعض المصطلحات: الأقوال والروايات. الروايات في المذهب المالكي هي أقوال الإمام مالك نفسه، أقوال الإمام مالك نفسه، هذه الروايات. فيقولون رواية المدنيين كذا، لما نتكلم مثلا عن مسألة القبض والسدل يقول رواية المدنيين استحباب القبض، أي روايتهم عن مالك، فتعلم أنه قول عن الإمام مالك روي من طريق المدنيين. أما الأقوال فهي ثلاثة، عندك فيها ثلاث أشياء. أول شيء، أقوال أصحاب الإمام مالك، اثنين، المفرع عن أقوال الإمام مالك أو أقوال أصحابه، المفرع عنه، ثالثا، المخرج عن أقوال الإمام مالك أو عن أصحابه. مخرج، نعم، فرق بين المفرع وبين المخرج، كده يا مولانا، شو الفرق؟ تمام، هات، تمام يا سيدي، حاضر، كلنا نتعلم يا سيدي، كلنا، نحن هنا فقط نذاكر معكم. أنتم ما شاء الله عليكم يا سيدي. لا، ما هي أولى عن الإمام، هذه في الرواية. لا، ما هو كده. أصحابه. المفرع. هو المستنبط تبعا لأصل مسألة، والمستنبط تبعا لأصل مسألة. فتقول رواية عن الإمام مالك أن الماء أو مثلا، خلينا هذا، لما يقول الإمام مالك أن ماذا، توقف الإمام مالك في الكيمخت. الكيمخت هو جلد الحمار أكرمكم الله. فتوقف الإمام مالك، يتفرع عليها من أصلها أنه لا يوضع في القربة من جلد الحمار شيء، يتفرع هذا فقط منها. أخرجنا هذا، استنبطنا حكم مسألة هي تابعة لهاته. أما التخريج فمسألة جديدة نقيسها على مسألة
ورد فيها نص. ما هو جلد الحمار الأصل فيه النجاسة، ولكن لفعل الصحابة حيث كانوا ماذا؟ كانت عندهم أغمدة السيوف منها، فتوقف الإمام مالك هل وكانوا يصلون وعليهم أغمدة السيوف، فهل نحكم بالنجاسة ونبطل صلاة الصحابة؟ ها صلاة نحن الباطلة صلاة الصحابة. هل نحكم بالطهارة؟ خرجنا عن أصلنا. فتوقف مالك رضي الله تعالى عنه في الكيمخ ولم يجب، قال وفيها التوقف في الكيمخ. هذا الخليل يقول وفيها التوقف في الكيمخ، ها في الصلاة يعني مرخص، ما نقول مجازة، مرخص. نعم لا يدل على المنع ولا على الإجازة. كيف فرع عليه المنع لا يضع في القربة ولا شيء؟ يفرع عنه أن نفس الحكم يصدق على وضع القربة فيه، يعني نفس الحكم فقط أنا قلت لا يوضع فيه للتوقف يعني. فأنت الآن تتركه تورعا لما ليس عندك حكم بالجواز ولا عندك حكم بالحرمة، فهذه تفرع مثلا على قول الإمام مالك بأن المخالط للماء الموافق له في اللون لا يؤثر، يتفرع عنه البزاق، هل يغير أو لا يغير؟ هل يؤثر أو لا يؤثر؟ تمام. إذن فعندنا ماذا؟ عندنا المفرع شيء والمخرج شيء. المخرج مسألة جديدة لا توجد في المذهب، لا توجد في المذهب، لم يرد فيها قول، فنحن ماذا؟ خرجناها، قسناها. ولهذا نقول أن أطوار التاريخ المذهب المالكي مر بثلاثة مراحل، مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى طور النشأة، والمرحلة الثانية طور التطور، الثالثة الاستقرار. النشأة وفيها ظهر المذهب على يد إمامه وجمعت الروايات على يد أصحابه وتلاميذهم، أصحابه وتلاميذهم. فنجد مثلا ابن القاسم من أصحاب مالك جمع سماعات مالك، ابن حبيب تلميذ ابن القاسم وأشهب وأصبغ جمع رواياتين في العتبية، ابن حبيب العتبي، محمد بن حبيب العتبي في المستخرجة وتسمى العتبية، التي شرحها ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل. فإذا هذه مرحلة النشأة، البداية، أسس المذهب على يد إمامه وصدرت الأقوال عنه، الروايات عنه جمعت على يد أصحابه وأصحابهم. عصر التطور تميز بماذا؟ بالتفريع والتخريج، بالتفريع والتخريج. تمام مولانا؟ ها طيب سيدي، هات فترة زمنية تبدا مراحل ثلاث. يقال ان الفترة الاولى تنتهي في بداية القرن الثالث الهجري او اخر القرن الثالث الهجري، اخر 200، اخر الثالث الهجري. آخر 200 نعم. والفترة الثانية انتهت مع ابن شاس 610 هجرية، مع ابن شاس المصري صاحب الجواهر، ها جواهر ابن شاس، ابن شاس أوه مطبوعة من قديم، مطبوعة يا مولانا من التسعينيات أو قبلها الثمانينات، وحتى الآن طبعتها دار الكتب العلمية وصارت أكثر انتشارا. قديما كان طبعتها دار الغرب الإسلامي حبيب اللمسي التونسي، قال مطبوعة جواهر الثمينة لابن شاس من قديم، لها طبعتين. فالمرحلة الثانية إذن تميزت بالتفريع والتخريج. هنا ظهر من التفريع مثل ابن رشد الجد في البيان والتحصيل،
وأيضا التفريع اللخمي في كتاب التبصرة. والتأصيل للأقوال المخرجة على يد قاضي عياض في التنبيهات المستنبطة، وأيضا القاضي عبد الوهاب في شرح التلقين. هذا كله مطبوع يا سيدي محمد، كل هذا الكلام موجود ومطبوع، فأنت ممكن ترجع له. أي شخص ممن يحضر معنا أو ممن يسمعنا يمكن أن يرجع إلى هذه الكتب ويراها ويرى ما نقول فيها. المرحلة الثالثة أو الطور الثالث طور الاستقرار، وهو وهو الاقتصار على ما به الفتوى. الاقتصار على ما به الفتوى. ويبدأ من بعد ابن شاس إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا زمن الاستقرار. هذا الكلام، هذا التطور الذي نراه، الثلاث مراحل في الفقه. ماذا في الفقه النظري؟ قبل شوي كنا نتكلم في الفقه النظري، بمعنى أن المذهب المالكي بقي على تطوره ولم يتوقف ولن يتوقف في الفقه التطبيقي، لأن النوازل والفتاوى مستجدة. هذا واحد، لأن علم القضاء تظهر فيه أشياء وطرق إثبات جديدة وحوادث. زماننا هذا يحتاج لمن ينبري من المالكية لكتابة فقه يختص بطرق البحث والتفتيش عن المجرمين واختصاص المحاكم وأنواعها على أصول المالكية. أحد المغاربة شرح من المغرب الأقصى، المملكة المغربية، قام بشرح نفيس على لامية الزقاق، جمع فيه بين معانيها الأصلية وبين الطرق الحديثة في التقاسيم القضائية والأحكام القضائية، فكان شرحا نفيسا جيدا. نسيت اسم الكاتب، ومعاصر على قيد الحياة. إذن فعندنا نعلم ماذا؟ أن الفقه النظري وصل إلى مرحلة توقف فيه باعتبار ماذا؟ وجود الراجح والمعتمد فيه. أما الفقه التطبيقي فلن يتوقف. لماذا؟ لتغير الوقائع والأحوال وماذا؟ والملابسات وتغير المآلات. تغير المآلات ذكرني الآن بالعلم السادس الذي ما ذكرته، وهو في علوم الفقه التطبيقي والسياسة الشرعية، علم السياسة الشرعية. نعم، فيها كتب كثيرة للأندلسيين وغيرهم. العلم السادس إذن كلامنا هذا الآن كيف وصلنا، وهذا الكلام هذا يجيب عن سؤال كيف وصلنا إلى الاستقرار، كيف وصلنا في الفقه النظري إلى مرحلة الاستقرار، إلى نص قانوني نرجع إليه وهو مختصر خليل. فقد قال أجبت سؤالهم بعد الاستقرار، فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مبينا لما به الفتوى، أي قولا نعتمده. كيف وصلنا إلى هذا القول اللي هو مختصر خليل؟ وصلنا بهذه الكلام اللي بسنة به الآن. قال بيان ما اعتمد من أقوالي في المذهب. فخليل رحمه الله تعالى وقف على المذهب ووضع روايات الإمام والأقوال المفرعة والأقوال المخرجة وأدلة المذهب، وضعها تحت عينيه وبدأ يصبر فيها وينظر ويعيد النظر فيها حتى وصل بالمختصر إلى ما هو عليه. ماذا طبق خليل؟ قال بيان ما اعتمد من أقوالي وكتب في سائر الأحوال. فما به الفتوى تجوز المتفق،
إذا وجدنا مسألة اتفقت الرواية فيها عن مالك لم يختلف فيها الرواة عن مالك حطها خليل على طول المتفق عليه، هذا أول شيء. إذا وجد خليل قولا في مسألة اتفقت الرواية عن مالك فهذا هو المتفق عليه. طيب عليه فالراجح، الراجح بعد ماذا؟ الراجح، الراجح وما قوي دليله. إذن إذا اختلفت الرواية عن مالك أو اختلف المخرجون أو اختلف العلماء المفرعون، فواحد قال مكروه والآخر قال حرام، واحد قال مستحب والآخر قال واجب، واحد قال مندوب والآخر قال جائز، ما هو الحكم الذي نتبعه؟ إذا علمنا التاريخ بالنسبة للإمام مالك نقدم ماذا؟ القول الأخير على القول الأول. لم نعلم التاريخ نعرض أقوال الإمام، روايات الإمام وأقوال علماء المذهب على أدلة المذهب، فما قوي دليله سميناه راجح. لهذا قال خليل وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرجحية منصوصة. يعني خليل اعتمد الأرجح فالأرجح، فإن تساوت الأدلة وعجز عن الترجيح قال في المسألة قولان. تمام، يبقى كل مسائل خليل راجحة كلها أدلتها قوية كذا يا محمد هواري. طيب فبعده المشهور، ما هو المشهور؟ المشهور قالوا ما كثر قائله وقيل هو قول ابن القاسم في المدونة، قول ابن القاسم في المدونة هو المشهور، وقيل هو ما قوي ما كثر قائله. كيف ما كثر قائله؟ لاحظ يا جماعة نحن عندنا إمام مالك مات 379 179 هشام بن عبد الرحمن بن هشام بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين بالأندلس قرر بظهير بقرار رئاسي جمهوري أن مذهب الإمام مالك هو المذهب المعتمد في الدولة الأموية بالأندلس. في حياة الإمام مالك، ما هو بعد وفاة الإمام مالك، في حياة الإمام مالك، يعني يا مشايخ أن ماذا؟ أن مذهب الإمام مالك صارت هناك فتوى في حياته وبعد وفاته، في حياة الإمام مالك وبعد وفاته. وشوفوا نحن التفريع والتخريج متى بدينا؟ في القرن الرابع الهجري بدينا هذا الكلام، بين هذا وهذا كم قرن؟ على الأقل قرن من الزمان، صح؟ على الأقل قرن من الزمان، قرن من الزمان كانت الفتوى جارية على مذهب المالكي، كانت الفتوى موجودة، العلماء ما كانوا متوقفون. فإذا وجدنا قولا كثر المفتون به، حتى ولو كثر المفتون به علمنا أن له مدركا، علمنا أن له مدرك، علمنا أن له أصلا حتى ولو لم يظهر، فسميناه مشهور واعتبرناه في الإفتاء. تمام، واعتبرناه في الإفتاء. لهذا بعد هشام ابنه عبد الرحمن قرر أصلا آخر، قال لا يقضي القاضي بغير قول ابن القاسم، فإن قضى به عزل عن القضاء وأدب وحلق شعره وركب على الدابة وطيف به في السوق. هو هذا بعد وفاة لا عبد الرحمن داخل السابق ذكرناه بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، لا هذا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الرحمن. ليك مولانا أيوة داقص عقوبة أيوة. يبقى يا مشايخ الفتوى كانت تمشي، فلهذا نجد الشيخ خليل قال مشيرا بفيها للمدونة، إذن فأتى بالمدونة واعتبرها. أكثر من ذا ماذا قال خليل؟ وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، بمعنى أن خليل اختار من الأقوال الأشهر فالأشهر، فإن تساوى المشهرون قال في المسألة خلاف، قال في المسألة خلاف. شوف كيف خليل
أتى بالمتفق وبالراجح وبالمشهور. ها؟ ها؟ كيف تساوى المشهرون؟ لا، ما هي الأقوال المسألة؟ إذا كثر المفتون بها نقول هذا قول مشهور، تمام؟ كيف اختلف المشهرون؟ ها، سيد محمد يسأل. عندنا علماء المالكية الذين أعلنوا، جاءوا في ماذا؟ في مرحلة التطور، أعلنوا أن السابقين كثرت الفتوى بهذا القول. عندنا ابن رشد، وعندنا ابن بزيزة. ابن بزيزة عنده كتاب روضة المستبين بشرح كتاب التلقين. ابن بزيزة التونسي، ما تعرفه يا سيدي؟ ها، استغربت على اسمه. روضة المستبين بشرح كتاب التلقين، ابن بزيزة التونسي، هذا أحد الذين أعلنوا أن السابقين شهروا هذا القول أو اعتمدوه. اتضح يا محمد؟ ابن رشد كذلك، ابن بشير كذلك، القاضي عياض كذلك. لاحظ هذا كلهم في أي؟ في القرن السادس الهجري، كلهم أواخر القرن الخامس، أواخر 400، في منتصف الخمسمائة إلى بداية الستمائة، القاضي عبد الوهاب أيضا. فإذا اختلف المشهرون وتساووا في الدرجة، فتشهيرات ابن رشد تقدم على غيره، وتشهيرات ابن بزيزة تقدم على ابن بشير، والقاضي عبد الوهاب تقدم على ابن بشير كمان. يبقى إذا تساوى في الدرجة، وقالوا أن من؟ أن القاضي عبد الوهاب وابن رشد في نفس المرتبة. فإذا شهر مسألة القاضي عبد الوهاب وشهرها ابن رشد، قال في المسألة خلاف. ها، عجز. لا، اتفاق غير. لا، هذه الآن في قولان، خلص. نحن الآن خلصنا، ليس متفق. عندنا في المذهب ثلاث أقوال. فننظر فيما كانت الفتوى قديما. من يقول لنا الذين ذكرناهم أن الفتوى كانت مشتهرة على هذا؟ تمام؟ يبقى فبعده المشهور. على ابن بشير. تساوى المشهرون في المرتبة، قال خليل في المسألة خلاف. بس إحنا بقى التقليد بقى المسألة أي قول بقى يمشي. فين؟ اللي فيها خلاف؟ اختلاف المشهرون. أيوه، هذا أي قول يمشي، لكن على حال، يعني نحن على إيه؟ على ميل، على ميلان. يعني بيعرف الآن، صار معروف أكثر من ذي قبل. على ميلان صار يعرف الآن. تمام يا سيدي؟ طرحة محمد. طيب. قال في المساوي. ها، الآن إذا ترجح القولان في كل شيء، روايتان عن مالك أو قولان دليلهما قويان، المشهران واحد، تمام؟ فهنا إذا تساوى القولان، قالوا اختلف علماؤنا، هل المفتي يحكي القولين للمستفتي ويتركه على رأيه، أم يعين له هو قولا من عنده؟ فيحمله عليه، وعلى القول الثاني جرى العمل، فما يترك المستفتي على هواه، لا يترك المستفتي على هواه. ونحن الآن في الزمن مرت في على قنوات الإعلام يقول له في المسألة قولان، قيل كذا وقيل كذا، وكل فيها سعة. لا، ما هو فيها سعة، ما هو فيها سعة. المفتي يحمي المستفتي على قول إذا تساووا، فكيف في زماننا ويكون الدليل واضحا وراجحا؟ ها، حجر على الفتوى، ما فيش حرية. طبعا أكيد لازم يكون في حجر على الفتوى. نعم، لا يوجد حرية في الفتوى، لأنها شرع ودين، والدين والشرع لا يتركان للعب والهوى. نعم، في حجر، لا توجد حرية. ها؟ نعم، اعتبرها سد الذرائع أو اعتبرها ما تشاء أن تعتبرها، ولكن هذا دين من الأديان. ما فيش حرية؟ نعم، ما فيش حرية. في حجر؟ نعم، في حجر.
ها؟ هذا أمر ما حد يقول لنا فيه لماذا عندكم ما عندكم حرية. نعم ليس عندنا حرية لأنه أمر دين الله. لو كان حاجتك أنت على راحتك في بيتك احمل الناس على ما تشاء، ولكن لما كان دين الله فلن نحمل الناس على هواهم. ولكن إذا تساوت الأقوال يعني ما الإشكال أن يختار المستفتي؟ ما هو نحن قلنا أن العلماء نفسهم قالوا بين وبين، ولكن قلنا جرى عمل الفقهاء بأنهم يعينون المستفتي. جرى لماذا؟ لأن الشريعة تريد إخراج المكلف من داعية هواه. تمام؟ فنحن في الأحكام الشرعية لا نقتصر على إعطاء، هذا ما هو جفاف، شيء جاف نعطيك الحكم طبق وانتهت القضية. لا، فيها نوع من ماذا؟ نوع من التربية وتزكية للنفوس بإخراج المكلف عن داعية هواه إلى ماذا؟ إلى أمر الشرع. تمام، يعين لهم مفتي أحسن. أيوة. لا هذه فيها ترتيب شرعي معين، ما هي كذا. هذه مثل مسألة اللي تساوت مثل إزالة النجاسة في الصلاة. إزالة النجاسة في الصلاة ها؟ هل سنة أو واجبة مع ذكرها والقدرة؟ هذه متساوية. وهل دليل تساوي عند المالكية؟ إذا كان قولان متساويان يؤتى بصيغة الاستفهام، هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محلي؟ فصيغة الاستفهام تدل على التساوي. تمام؟ فهنا هل تفتي؟ لا، هنا أنت تعين لهم فتقول له تعيد الصلاة في الوقت. تساوي ولا المحل المستفيد يعني بالنسبة للنجاسة يعني يعقص بالسنية للشق الكبير ماشي خلاص. هذا المفتي ينظر، فنحن قلنا في الجانب التطبيقي عندك ما لا تنظر الأحال، ممكن حتى ما هو من غير تساوي الأقوال. إذا كان شخص مثل ما قلت أنت في مستشفى ومريض وعنده لبس واضعوا عليه دم كذا موجود وبعد العملية ولازم يبقى على هذه الحال مع مثلا الجبس عليه والجبس فيه بعض الدم والنجاسة، تقول له لا تصلي؟ لا، ما يصح هالكلام، لأن إزالة النجاسة واجبة. لا، فحتى لو كان قول واحد فتنظر في حاله وتفتيه بماذا؟ بالصلاة. وفي هنا نجد قول من قال ليس عنده إلا ثوب واحد، هل يصلي عريان أو يصلي بالثوب النجس؟ يصلي بالثوب النجس. تمام؟ فعند الواقع لا، هناك أمور أخرى اعتبارات ثانية ننظر إليها. التقدير في نهار رمضان ها ما به ها صاحبكم هذا لا لما قال سيدنا النبي قال لما جاءه رجل سبيل فقال له أقبل في نهار رمضان، فقال له قبل. ولما جاءه الآخر شاب قال له لا تقبل، نظر إليه. هذا نظر في الحال، نظر في فقه التطبيق، فقه التنزيل، فقه الواقع. صلى الله عليك الله سيدي رسول الله، بوركت مولانا. إذن فبعده المشهور إن عدم الترجيح في التساوي قال ورجحوا مشهر المغاربة والشمس بالمشرق ليست غاربة. فاعتمادات التشهير، اعتمادات التشهير قالوا إذا اختلفت المدرسة المدنية مع المدرسة المصرية قدم المصريون، وإذا اختلف المصريون مع المغاربة قدم المصريون، وإذا اختلف المغاربة مع العراقيين قدم المغاربة، وإذا اختلف المغاربة مع المدنيين قدم المغاربة. إذا فالترتيب مصر ثم المغرب ثم المدينة ثم العراق. ها؟ لماذا قدمت مصر؟ لأن فيها ابن القاسم. ها؟ لأن فيها ابن القاسم من الآن. عشان فيها سيدنا الحسين. الله يا سيدنا الشيخ. مولانا. نعم يا سيدي الشيخ، خلاص قالكم سيدنا، قالكم فيها سيدنا الحسين. يقدم المغاربة على أهل العراق. نعم يقدم المغاربة على، في الترتيب مصر ثم المغرب ثم. نعم المراد بالمغرب هنا من طرابلس وتم ماشي، يعني ليبيا تونس الجزائر المملكة المغربية وموريتانيا. المغرب المملكة ثم موريتانيا داخلة. نعم فيها ترمسان وبجاية مولانا.
من؟ لماذا؟ لأن أصحابها بلغوا مراتب الاجتهاد فاجتهدوا زيادة في المذهب. ها؟ الأندلس تحسب مع المغرب. نعم، الأندلس تحسب مع المغرب. ما يمكن تحسب مداصر وحدها، هي محسوبة مع المغرب. ها؟ كيف؟ من أي ناحية؟ ها طيب. المغاربة مدنية العراقية. العراقية تمام. إذا ورجحوا ما شهر المغاربة والشمس بالمشرق ليست غاربة. قال: وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، أي أن الطالب العلم إذا كان في مرحلة الطلب فيحرم عليه ولا يجوز له أن يرجح أو أن يقدم أو أن يعتمد. من كان في مرحلة التعلم فيلزمه السكوت والتفهم ولا يسبق بماذا بالترجيح، فلا يدعي أنه فهم الأصول والفروع ويبدأ في الترجيح، حال كثير من طلبة العلم في هذا الزمان. نعم التجرؤ، فيقول لك المسألة اختلف فيها المالكية، اختلف فيها المالكية. هناك قول ضعيف أو قول لأشهب، وأشهب من أصحاب مالك، تقول له المشهور كذا، يقول لك لا هناك قول رواية لأشهب عن مالك. تقول له السدل هو المشهور، يقول لك لا الراجح القبض. لماذا؟ لأن الراجح من وين؟ لأن مالك رواه في موطئه مع يعني الجهل، رواه في موطئه كمان، ما قال حتى هو في حديث، ثم حتى وقال في دخل في حديث، فهذا ترجيح وتقديم. قال: وما لذي قصور أو تعلم. القاصر الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، أو المتعلم حالة التعلم، تمام، ليس له من الترجيحات الترجيح وأي شيء. ولهذا قال سادتنا: من تكلم وهو قاصر أو حال التعلم فأفتى يؤدب بالجلد والسجن. نعم يؤدب. نعم قالوا يؤدب يا سادة المشايخ. وهنا تحضرنا قصة موجودة في المعيار المعرب، قصة موجودة في المعيار المعرب، اختلف، وقعت نازلة في طليطلة. طليطلة نعم، وقعت نازلة في طليطلة، فأفتى فيها فقهاء طليطلة، فأرسل المستفتي ولم يعجبه الجواب، أرسل إلى إشبيلية وقرطبة، فأفتوا بنفس فتوى أهل طليطلة. في طليطلة كان في طالب علم صغير كده ما شاء الله عليه، بكالوريوس في الفقه المقارن، ليسانس في الفقه المقارن. نعم لما شاف الفتوى الفقهاء ما عجبوش الحال، هو ما شاء الله يعني ليسانس في الفقه المقارن، فكتب كراسة وأتى بأقوال المذاهب فيها، هكذا مذاهب ما قال فيها مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور، ثم أردف كل قول بدليله وبين الخلل في كل دليل يعني بزعمه، ثم رجح قولا يخالف ما به الفتوى. نفس الفقه المقارن، تأتي بأقوال المذاهب، دليل كل مذهب، تناقش الأدلة، ثم تأتي بماذا؟ بالقول الراجح. كراسته أشبه بكراسة الامتحان، إجابة الامتحان. بالضبط، كراسته أشبه بإجابة بماذا؟ بكراسة إجابة إجابة الامتحان في أي كلية من كليات الفقهية في العالم العربي للأسف الشديد اليوم. قال: فلما وردت كراسته على فقهاء قرطبة وقاضيها، أرسل إلى أهل إلى قاضي الطليطلة أن يمسك الشاب واجلده واحلق رأسه وطف به في السوق ثم يسجن حتى يؤدب. حتى يؤدب. هذا فقهاء في زماننا، لو كنا نطبق هذه الأحكام ونعرف هذا القدر ما كان ظهر لنا متطرفون، ولا ظهر عندنا غيرهم. إذن قال: وما لي ذي قصور أيها الجاهل، من ليست عندك ماذا؟ آلات النظر، من ليست عندك اللغة العربية، حتى ولو كنت تحفظ ألفية ابن مالك، لأن الفقهاء لعلهم عملوا بوجه لغوي أو نحوي جهلته وعلموه.
ليست عندك ضوابط النظر من أصول القياس. وإذا سألته هات لي مثال من القياس التمثيلي يقول لك ما هو القياس التمثيلي ابتداء فضلا عن أن يأتيك بماذا؟ بمثال فيه. إذا قلت له ما هي قوادح العلة في القياس يقول لك ما معنى القوادح فضلا عن أن يأتيك بقادح من قوادحها. تمام؟ ثم يأتيك ويقول لك الراجح. ها؟ ليس يكون ملهما أو موفقا. هذا الذي يكون ملهم وموفق لا يحصل له ذلك إلا بماذا؟ إلا بالتقوى الله ويعلمكم الله. وأصل التقوى بدايتها السكوت، فلن يصل إلى هذا. فمن كان موفقا ما تكلمه بجهل، ومن ادعى هذا فما وفق مولانا. تمام يا سيدي. ها نعود. المدرسة المسلمين تقدم على المدرسة المغاربة، لماذا رأى اللحمة شهر المغاربة؟ ما هو هذا فقط تنبيه على أن ترجيحات تشهيرات المغاربة معتمدة. تشهيرات لاستغلال المغاربة لاقتصار المغاربة على مذهب المالكي، حتى قال سيد عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي: هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغربي. تمام؟ أي لماذا قدم المغاربة أو اعتبرت المغاربة؟ لعدم اختلاط فقههم بغيرهم. تمام؟ لعدم اختلاط فقههم بغيرهم. يعني إذا حكاوا التشهير في مسألة وحكى غيره من التشهير خلاص الآن سيقدم المغاربة. تمام. إذن هذا أوامر النهاية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.